بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياة، وهي بناء نحيا الحياة مع هذا الموضوعين. الموضوع الاول وهو الخاص بالمخالفات، التصالح في مخالفات البناء والمشروع الجديد المقدم لمجلس الشعب لتعديل بعض مواد هذا القانون. والخبر الثاني هو بشرى سارة في انتاج الزيت الطعام والانشاء في 3 مجمعات لانتاج طعام الزيت للاكتفاء الذاتي والحد من التصدير حتى تصبح مصر مكتفية ذاتيا من هذه السلعة الهامة والمهمة جدا. يريد تعمل لنا متابعة إذا كنت أول مرة تشاهدنا قناة مصادر الحياة خاصة وتهتم بأمور حياتنا، وهيا بنا نحيا الحياة مع هذا الموضوع الجديد والمهم بالتأكيد. الموضوع الأول وهو التصالح في مخالفات البناء، والخبر نقلا عن اليوم السابع. ويعد ملف التصالح في مخالفات البناء من أهم وأبرز التشريعات اللي بتحظى باهتمام كبير جدا خلال الفترة الحالية والفترة المقبلة. وأعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء علشان تعطي فرصة للمواطنين ان هم يقوموا بالتصالح في وحدتهم المخالفة. هناك بعض التحفظات على القانون الحالي، ومن ثم كان هناك توجيه لإجراء تعديل تشريعي على القانون، الغرض منه في المقام الأول التيسير على المواطنين، في نفس الوقت ضمان عودة البناء العشوائي والمخالفات مرة أخرى. من أبرز التعديلات المرتقبة أيضا هو سرعة عمل اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 واللي بينهي الدعاوى القضائية صلحا، وسيتم إقرار تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، ومن لديه مخالفات ولم يتقدم بطلب تصالح خلال فترة سريان القانون السابق. من التشريعات الهامة أيضا تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذي أحاله رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس النواب للجنة الإسكان. التعديلات بتهدف إلى إمداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لفترات أخرى بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم، وهي الفترة من 1 مارس حتى 31 ديسمبر 2016. نص التعديل على أن تختص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من أول مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016، واللي تأثرت بها عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من 1 مارس 2016 حتى ونهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد. نص أيضا التعديل على أن تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية أو الزيادة في الأسعار. ده كان كل ما سوف يتم مناقشته في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والمطروح على مجلس الشعب. أما الخبر الثاني النهاردة معنا وهو عبارة عن إنشاء 3 مجمعات لإنتاج زيت الطعام، وأيضا الخبر من اليوم السابع، وبيقول نجحت وزارة التنمية والتجارة الداخلية في توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي من كل المنتجات طول فترة جائحة كورونا خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة عن طرح 3 فرص استثمارية لإنشاء 3 مجمعات للزيوت بتكلفة استثمارية 321 مليون دولار، وتم اختيار الموقع الأول في مدينة برج العرب على مساحة 137 ألف متر مربع، وبتتضمن هذه المساحة مصنع استخلاص زيوت بطاقة 900 طن طن سنويا، ومصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 2400 طن سنوي، مصنع إنتاج المسلة أي السمن بطاقة 90 ألف طن،
والتكلفة ليه 165 مليون دولار، كما أن الهيكل التمويلي بنسبة 50% مستثمرين و50% قروضا طويلة الأجل. والفرصة الثانية في مدينة السادات على مساحة 210 ألف متر، وتشمل مصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 240 ألف طن، وهذا المصنع ستعمل على سد فجوة الاستيراد من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي. في النهاية بتمنى أن أكون وصلت لك معلومة، وأيضا في النهاية بندعو اللهم احفظ مصر أرضا وشعبا وسماء، واجعلها بلد الأمن والأمان يا رب العالمين. إلى أن نلقاكم في فيديو آخر، ما تنساناش بلايك شير، أنت الداعم الوحيد لمثل هذه القنوات، وبالتوفيق والنجاح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.